شايفة إني عملت الصح عشان كان لازم أخد بعضي وميها وأروح مجروح أنا منه لكن لو أشوفه في جرح أنا قلبي هيبقى في نفس الوقت كمان مجروح لوحدي وأنا شايفة إني عملت الصح عشان كان لازم أخد بعضي وميها وأروح مجروح أنا منه لكن لو أشوفه في جرح أنا قلبي هيبقى في نفس الوقت كمان مجروح وهيحكبت وأنا عمري ما توصل بيا يلجأ لي وأسيبه في وقت ما يلجأ ليا وهيحكبت وأنا عمري ما توصل بيا يلجأ لي وأسيبه في وقت ما يلجأ ليا أنا زي ما ليا عديلي برضه عليا يا علشان خاطر العيش تيجي تاني عليه ده انا يبقى اخر يوم في حياتي لو ارضى عليه ربنا بيسامح ناس وبيرحم ناس يبقى انا يا ضعيف استكبر بس يا سامح ليه مش هسمح للايام تيجي تاني عليه ده انا يبقى اخر يوم في حياتي لو ارضى عليه ربنا بيسامح ناس وبيرحم ناس يبقى انا يا ضعيف استكبر بس يا سامح ليه وهي حكمت وانا